تارودانت يتدارك الخصاص الذي كان يعانيه في مجال البنيات التحتية الرياضية. مركزان سوسيورياضيان للقرب بكل من جامعة تالقونت وولاد برحيل شرعا في استقبال شباب المنطقة. مركب جامعة تالقونت أنجز على مساحة 4500 متر مربع، يضم تخصصات رياضية متعددة وفضاء للأطفال وأنشطة ترفيهية وقاعة للإعلاميات. كنجي لهاد المركب وكنستافد منه بزاف، ما من قبل كاع ما عندنا هذا المركب، ودابا كنديروا البحوث وكنديروا كل شيء. هذا اول مركب سوسيو رياضي وثقافي اللي يكون في يعني في اقليم ديال تارودانت، بالاضافه للمركب ديال تالكجون. الشباب ديال المنطقه يعني فخور جدا بهذا المركب اللي غادي يستافدوا منه مجموعه من يعني الرياضات، بما فيها كره القدم، كره اليد، كرة الطائرة، كرة السلة. أولاد برحيل تحتفل هي الأخرى بأول مركب لها، فضاء متعدد الاختصاصات مساحته 7000 متر مربع، وإنجاز هذين المركبين يندرج في إطار مخطط وطني لتعزيز البنية الرياضية. يمكن لي نقول بأن هذا الأسبوع غادي تفتحوا 26 مركبات من هذا النوع، هذا اللي غادي يخلينا باش نكونوا من هنا لرأس السنة 100 مركب مفتوح، 404 ديال اتفاقيات موقعة مع الجماعات المحلية مع وزارة الشباب والرياضة، اللي تخلينا إن شاء الله نكونوا واثقين بالنسبة للأهداف ديالنا ديال 1000 مركب سوسيو رياضي للقرب من هنا ل 2016.